شادلي الرحماني عضو هيئة التسوية في قناة التاسعة مع صديقنا أيمن زروق قال فما اتصالات مع مهدي النفطي حتى بعد ما خرج فوز البنزرتي نجم يكون موجود هو مدرب جديد للمنتخب، صحيح هذا ولا؟ والله هو شادلي معرفة قديمة، مش من معرفة قديمة، وشخص أكلنه له كل الاحترام، ولكن هذا ما صارش لأنه الناس كل تعرف معناها بما فيهم هما جمع الممثل ممثل نتاع مهدي النفطي، معناه هو محدثكم عبد الله الجليلي فقط، معناه ما فهمش، معناه كان باش صارت اتصالات راهي صارت معايا انا، دونك هذا ما صارش. معناه واكثر من هذا انا نقول شكون يتصل بشكون، انا ما فهمتش يا اخي، هما معناه تو كيف يتحدثوا، هل انهم هما فهل التريو معناه اللي يسير معناه الهيئه مع احترامنا لها هما قاعدين يبادروا يتصلوا بمدربين، انا لا حد علمي ما اتصلوا بحد، ولا حد علمي انهم قاعدوا ينتظروا في خلينا نقول ينتظروا في تعليمات، ينتظروا في تعليمات في اخر لحظه تبين على سلطة الاشراف على ايجاد مدرب، بحثت سلطة الاشراف ما لقاتش، وسلطة الاشراف ما اتصلتش لا بيان على المستوى هذا لا بيان لا بمهدي بطبيعه الحال، دونك هذه الاتصالات هذه مع مهدي. ويبدو لي مهدي مازال مهتم بتدريب المنتخب، ظل حتى في عقده مع الخور اللي عامله فما كلوز هل يخلي انا نفسي وقت اللي هو وقت اللي كان يتفاوض مهدي، خاطر ما تعرف تو حتى لهنا سلام نحن يمكن مش تحدث على زوز مواضيع مع بعضهم في الاثر الهم دي. الحاجه الاولى انه لفت انه مهدي كيف يتعاقد هذا هذا من شانه انه يخفف العبء من بعد على الطلبات اللي نطالبوا بها قدمتها، علاش قلت انا الطلبات مش نهائيه؟ معناها تاخذ بعين الاعتبار انه بعد القطع التعسفي للعلاقه التعاقديه هذيك انه المتضرر ولا الشاكي كمان ما قعدش يناقشهم، معناها عمل عقد اخر، هذا من شانه انه يخفف شويه، وهذيك علاش انا الى حد ما معناها ما كنتش ضد انه مهدي يتعاقد مع الخور في الوقت هذاك. والحاجه الثانيه سالتني قلت لك دو بوان باراليل، شو اسمه فكره الرجوع للمنتخب الوطني اذا طلب منه ذلك، انا قلت معناها طالبت مهدي بانه يخلي الامكانيه في العقد، وهذا ما كان معناها كان جات فما معناها اثنين تو نحن شنو نجم نلخص، وانا معك شنو نلخص في الموضوع انه كان جات فما نيه من الجامعه التونسيه لكره القدم للاصلاح الوضعيه هذه، كان جات فما نيه للمراهنه من جديد يا سيدي على 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 مهدي النفطي، راهو لقاو منا كل الترحاب ولقاو منا كل التفاعل الايجابي، لكن هذا ما صارش. ما صارش حتى اتصالات معناتها الحل الامور الوديه لا رسميه لا غير رسميه. حتى الاتصالات بامور وديه انتهت في اخر مره في اجتماع ما نحبش نحكي على تفاصيله على خاطر خرجت منه مستاء جدا، اللي صار اللي كنت فيه انا في الجامعه واللي سمعت فيه الحديث من نوع متاع انه يشد الكو وينحي وما يخدش سياره وما يخدش دار من غير ما نحبش نزيد نتحدث في تفاصيل اخرى، خاطر حسيت اللي طريق التعامل ما فيهاش احترافيه وما فيهاش بتدر انا معناها كانه معناها كانوا قاعدين يضيعوا في الوقت، وكانه كيما نعاود نقولها كانه فما رغبه كالكبار تدفع يا عباد براو نمشيو نشكيو للتاس مش زدتوا تعب. وسمعت انا الكلام هذا حتى من المسؤولين. ممتاز. فقط تجيني توضيح، يقول لي راح يقول لي رحماني ما قالش فما تصيرات، يقول نجم يكون من مرشحين مهدي النفطي فقط، ما قالش تكلمناه واتصلنا به. هو انا اللي انا بدي اللي سمعته مسلم انه قال البيست نتاع ماهيش النفطي اني با اكسكلو حاجه في السونس هذايا. اي ما قالش كلمناه باش نكونوا واضحين ننقلوا معلومه صحيحه زادة. اي ما هو قال ما وقعش الموقع مش مستبعد معناها مش مقصى من قائمه المحطوطه قيد الدرس، ولكن الريال مو هو مقصى ما معناه بما انه ما صارش حتى اتصالات. هو قال زينا ما كلمنا حد وقت تسالوا على سامي طرابلسي وجلال القادري، قال زينا ما كلمنا حتى اسم. والله يا سلام انتم انتم الصحفيين بجانب لا يسالون قلنا شكون كلمت يا اخي انتم في الاخر كيف قعد معناها كيف في الاخر كيف قعد سي فوزي بنزرتي مع احترامي ليه وفرض روحه وهو فرض المساعد نتاعو انتم معناها حتى انا قلتم نهار اللي معناها راسي فوزي بنزرتي قعد في ندوه صحفيه وبعدها في قيس اليعقوبي والمساعدين مشاور حد مش ما فما حتى عقد لا يوم الناس هذا معناتها المساعد اللي تعدى الى موقع المدرب الاول تو ما عنده حتى عقد جاي معناها جابوا سي فوزي
ومشي في فوزي وقعد السيد هذا اونتر طون. انتم كهيئه تسييريه معناها السؤال شو عملتوا انتم معناها ابار راهو ساعات اذا كان ساعات تحاسب انت مش على القرار اللي خذيته، تحاسب على القرار اللي ما خذيتوش. باهي فقط الاستاذ كمال بن خليل حبيت يتفاعل معك. وي عبد الله لبيك لان نحب نتفاعل في نفس اتجاه عبد الله لانه اللي حكاه معناتها عبد الله تو معناتها مش خاطر صديقي اما ناكد لك انه يعرف ايش قاعد يقول ويوزن مليح كلامه مش في اول مره معناتها 10 متاع سنين دونك نعرفه. اللي فاجأني من كلام عبد الله مش كلام عبد الله معناتها اللي فاجأني لو كونتوني معناتها التراخي ولا جو ديغي الاستقاله من طرف الكوميتي دو نورماليزاسيون معناتها سي كمال يدير ومن معه صحيح عقد نفطي معناتها وقعت جامعة وصف جليل لكن إذا كان وصلنا لنقطة العودة فأنا معناتها أعتقد أنه على كمال يدير أقل هنا وأنا فهمت معناتها العركة القانونية اللي هي قانونية هي في ظاهرها عركة متاع احترام ما كانش نجم يكلموا يلقوا حل ودي أنا نأكد لك قبل ما أنا نأكد لك يعني نعرف عبد الله مليح نأكد لك لو كان في طريقة الانفصال حوذية مهدي النفطي بقدر أدنى من الاحترام وهذا قانوني يا سيد عبد الله حتى في الأرث أكثر كلمة عاودة للاحترام أي معناتها الحقيقة معناتها طيب أنا وعبد الله وبرشا زملاء محامين نداولوا في الشأن وهو معنا مدرب معناتها ومعنا مدربين زوز مدربين يعني يجي عاملك يقول لك برمشي شوف دار وشو معناتها بلغة أخرى قبليك حكيتوا على التونسي أنت تقصد عامله كمقيم في تونس معناتها حتى المقيم هاو مدرب هنا يا اخي تقبل انت فريق فخري ولا مختار يا فخري نصور حتى كان في بنغردين نصور يوفروا لك دار كيفاش عبد الله هذه بديهية يا كمال يا صديقي تو نحن في كمال يدير نحترموه ونعرفوه ملي متراس ملي متراس كلوب افريكا من 2005 و 2006 ويعرفني معرفه شخصيه يا عجبكش هذاك اللي بدا يا كمال يا كمال انت تقبل انه في الاخر حكينا معاه في الكولوار وحكينا معاه بالواقع لا انا صدقني ساسكو جالي يدير اكثر من اكثر الحاجات اللي فاجئوني يعني يا حبيبي انا موضوع على بالي من معناتها مدرب ناخب وطني ماهوش ناخب مساعد لانه يعني في العقد نتاعو معناتها الراجل حوذي بكل الاحترام اللازم في عقد مدرب وطني هو كره الكريكي فوزي ناخب هو مدرب وهو مدرب وطني تحكي معاه في الكولوار سام مينوت تو هذا كلام ومعناتها تقول الراجل وتقول الراجل شبيه تنرفز وشبيه شكات يشكي بيك في ليزانستونس الكل يشكي بيك في ليزانستونس الكل وهذا هو انا فهمت من كلام عبد الله انه هي عركه نتاع احترام معناتها انت ما احترمتنيش هاني باش نوريك انا شنو نجم نعملك واضح حنكمل معك سي عبد الله نخليك في الاخر كان تحب تضيف حاجه والله مالوريزمون انا راني ما نحبش ما نحبش يقع توظيف المساله هذه بصفه لاحقه على انه لا ما نحبش يقع على الديابوليزاس ما نحبش يقع على الشيطنه عبد الله بالله باش نقص عليك في نفس التوجه وقريت انا قريت الروكات نتاع معناتها شوف هما باقي مدين يداهم حتى الروكات هي روكات نتاع صلح يعني عندهم الى يوم الناس هذا امكانيه روكات نتاع صلح انه في على تو معناها تحت اشراف التاس وانه نلقاو صيغه نتاع صلح هما التو كما قلت سيلونس راديو معناها ما فماش ما سمعنا حتى موقف منهم هما انا بون نحب نتوجه الراي العام فقط وصلنا مره شيء مؤسف اللي قاعد يصير وانه بالله لا داعي لشيطنه مهدي النفطي لانه ماهوش هو اللي بحث على هذا الكل ومهدي راه كان مسرور جدا وقت اللي معناه قال حتى خرجك البوست قال انفعني جو في سيرفير مون بي وكان فخور جدا وجاب انتوزيازم كبير وقبل حتى الفريق نتاع وقبل ولا كان في علمكم والله لا تعني له اموال قطر ولا غيره ما تعني له حتى شيء بارابور للتحدي للديفي سبورتيف اللي كان عنده معناها حتى كي مشى لقطر وما نحبش نتكلم برشا في الموضوع ما سي سي كونتر كور معناها باش بور ايفيتي انه مي سينو معناها كان وحتى بعد ما مشى لقطر كانت الامكانيه متاحه انه نصلحوا الامور مع مهدي ولكن ما فهمنيش فولونتي دونك الشيء هذا اون فابا انسيتي لافنير وقال ياسر ان شاء الله الجامعه التونسيه لكره القدم تفهم شويه شنو قاعده تعمل وما نقعدوش رابطين كل شيء بانه هيئه وقتيه لانه هيئه وقتيه اذا كان انت اهم قرارات تاريخيه راهو تاريخي يا جماعه وانتم اهل الرياضه الملمومين وان شاء الله تتلموا ديما في الخير يا اخي توا اخي في الشفيقين نحن الذي احلك فتره يعرفها الفريق الوطني انا ملي تولدت ما نعرفش فريق وطني وصل الى فتره معناها بهال تدني في المستوى وكذا ان شاء الله اخي ما نقعدوش في منطقه راهو هذه هيئه وقتيه ونستناو هيئه منتخبه
وين ماشي تحب يوليو ترتيبنا 100 باش نقولوا على على هي وفي انتظار هي منتخبة. على كل تحية شكرا لك سي عبد الله على دخلك معنا، نعرف عندك التزامات في جلسة الآن. شكرا لك على التدخل.